هذا المدرب لم يلعب في فرق كبيرة، وكرة خطيرة وهدف جول عن طريق اللاعب كلارنس سيدورف. سيدورف يسجل إذن التمرير البرازيلي والتتويج في هذا العمل هولندي. اجتمعت الصمبة مع الكرة الشاملة في لقطة واحدة، فكان هذا المشهد. كرة من أندريا بيرلو إلى رونالدينو في المليمتر، وكرة جميلة جدا من البرازيلي، نضع الهولندي أمام الشباك مباشرة، كرة على طبق من ذهب ولا يرفضها كلارنس سيدورف ويعطي للمباراة بعد الآخر.